شرح أركانه وأنواعه وأصحاب الفروض. واليوم نستكمل أصحاب الفروض. شرحنا وقلنا أن أصحاب الفروض 11 فردا، 4 ذكور و7 إناث، وتحدثنا عن الأب والجد والزوج والزوجة والأم والجدة وأخ الأم وأخت الأم. وباقي معنا في أصحاب الفروض البنت وبنت الابن والأخت. أولا البنت. البنت لها فرض واجب كما قال الحق سبحانه وتعالى في منزل كتابه الحكيم: وإن كانوا فوق وإن كانوا نساء فلهم الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن البنت لها شرعا نصيبا في الفرض إذا لم يكن هناك عاصب يعصبها من أخ لها، فإن لها النصف. وإن كانوا أكثر من بنت فهم شركاء في الثلثين، لكل منهما مثل الأخرى. أما إذا كان معها عاصب وهو ابن ذكر فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الحق سبحانه وتعالى في منزل كتابه الحكيم: يوصوكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن وصية من الله سبحانه وتعالى إذا كان الرجل له ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا أتذكر أن الحق سبحانه وتعالى لم يوصي الآباء بالأبناء إلا هنا فقط، ولكن أوصى الأبناء بالآباء في كافة المواضع. وعلى ما أذكر بأن الحق سبحانه وتعالى قد أوصى الأبناء بالآباء في 14 آية قرآنية. إذن هنا أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت بنت ولها أخ يعصبها. أما إذا لم يكن لها أخ يعصبها فهي لها الفرض النصف، وإن كانوا أكثر من واحدة فهم شركاء في الثلثين. أما الأخت، فالأخت هنا الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب، ولكن إذا كانوا أكثر من أختان شقيقتان للمتوفى. أما إذا كانت أخت شقيقة واحدة فالأخت لأب تكملة الثلثين لها السدس. إذن الأخت الشقيقة لها النصف إذا كانت منفردة، أو لها أخت من أبيها فلها النصف وأختها من أبيها تكملة الثلثين فتأخذ السدس. هذا بالنسبة للأخت الشقيقة. والأخت الشقيقة لها أكثر من حالة في الميراث. الحالة الأولى أن ترث فردا، والفرد إذا كانت واحدة فلا النصف. أما إذا كانوا أكثر من واحدة اثنين فيما فوق فهم شركاء في الثلثين مثل البنت. أما إذا كانت واحدة فلها النصف فردا. هذا إذا لم يكن لها عاصب يعصبها. وهنا العصبة بالغير مثل البنت، إذا كان له ولد هنا الولد يعصبها. أما الأخت الشقيقة الأخ الشقيق أيضا يعصبها. وهنا أتى سؤال في الحلقة الماضية من أحد السائلين عقب الحلقة، تقول: توفي أخي من أبي وترك أخت شقيقة وثلاث أخوات وبنتين من الأب. هنا الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، أما الأخوات الذكور والإناث من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذون النصف الآخر وهو الباقي تعصيبا، يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هنا الأخت الشقيقة تأخذ أكثر من الأخ من الأب، لأن فرضها هنا. ونرد هنا على من يتشككون ويقولون أن الإسلام قد فرض للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول لهم ونرد عليهم هنا بأن الأخت الشقيقة تأخذ النصف وأخيها من أبيها قد لا يرث شيئا. وهنا أتذكر مسألة بأنه إذا توفي رجل وترك أخوة أشقاء وأخوة لأب، فالأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الأخوة لأب فلا يرثون شيئا، ويحجبهم الأخوة الأشقاء حجب حرمان.
إذن من يحجب الأخوة الأشقاء، من يحجب الأخوة لأب، يحجبهم من؟ يحجبهم الأخ الشقيق، ويحجبهم الذكر، أخ الشقيق الذكر، ويحجبهم الابن، ويحجبهم الأب. وهنا نتحدث في حينها عندما نتحدث عن الحجب الحرمان وحجب النقصان. أيضا أتى سؤال إلينا في الحلقة السابقة، تقول سيدة: أنا سيدة توفي أبي، توفى ابن عمي، ابن عمها، وترك زوجة وأبناء عمومة ذكور وإناث، فلم يعطوا للإناث شيئا بحجة أن الميراث للذكور فقط. نعم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: تؤدوا الفرائض ثم الباقي لأول ذكر. وهنا تقسم المسألة أن الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود فرع وارث، والأبناء العمومة للذكور فقط، للذكور فقط، الذكور يأخذون متساويون، لا فرق بين عم أتى إليه ثلاثة ذكور وعم لديه ذكرين، ولكن يأخذون متساويون، والإناث لا ترث في هذه الحالة. أما نأتي لتكملة حلقتنا وموضوعنا، فإن هنا باقي بنت الابن. بنت الابن إذا كانت منفردة فلها النصف، وإذا لم يكن له فرع وارث على قيد الحياة، مثل مثلا توفي رجل وترك بنت ابن وزوجة، الزوجة هنا لها الثمن، وبنت الابن لها النصف، والباقي يرد إليهما بالتساوي لفرضهما، بمعنى أن النصف يزيد للثلثين والثمن يزيد للثلث في هذه المسألة، ونشرحها بإذن الله في مسألة الرد والعول. أما العصبة، فالعصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كلهم ذكور، والعصبة بالغير ذكور وإناث، والعصبة مع الغير إناث فقط. ولكن العصبة الذكور أو العصبة السببية أربعة جهات، والأقرب يحجب الأبعد: جهة البنوة وهي الابن وابن الابن وإن نزل، بمعنى أن ابن الابن ابن 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 وإن نزل، وجهة الأبوة وهي الأب والجد وإن علا، جد جد ليلة ملا نهاية. أما جهة الأخوة فهو الأخ وأبناء الأخوة وابن ابن أخ وإن نزل، والعمومة هو العم وعم عم وعم عم عم وإن علا. هذه هي الأربع جهات بالنسبة للعصبة السببية، وكلهم ذكور، والأقرب يحجب الأبعد إلا اثنين فقط: الابن لا يحجب الأب، ولكن لا يحجبه حجب حرمان، ولكن حجبه من العصبة، من العصبة إلى الفرد. إذن هنا في حالة وجود ابن ذكر لا يرث الأب إلا الفرد وهو السدس فقط، في حين عدم وجود الابن يصب يرث الأب بالفردية وبالعصبة إذا كانت هناك بنت فقط. أما الجد فهو الجد الصحيح، والجد الصحيح هو جد المتوفي من ناحية أبيه،
والعصب لا يفصل بينهما إناث نهائيا، ولكن يفصل بينهما ذكور. العصب يفصل بينهما ذكور، أي عصبته أي من ناحية الذكور، ولا يوجد هنا في هذه الحالة أي فرضية إلا للأب والجد فقط. الأب والجد فقط، والأقرب يحجب الأبعد. ثم نأتي لجهة العمومة أو جهة الأخوة. جهة الأخوة جميعهم ذكور وإناث عصبة مع الغير. إذن إذا توفي رجل وترك أخوة، وترك أخوة ذكور وإناث، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن إذا توفي أحد من إخوته قبل وفاته فأبناؤه لا يرثون، عكس ابن الابن. ابن الابن يرث بالوصية الواجبة. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن ترك خير الوصية للأبناء والأقربون، خير الوصية للوالدين والأقربون. هنا يترك الوصية لهم، ولكن وصية واجبة، وهي في القانون المصري فقط، ولا تعترف بها أي دولة أخرى غير مصر، وذلك حفاظا على حقوق أبناء الأبناء من الضياع، والحفاظ عليهم من التشرد. وقد يكون الأب قد اشترك مع الجد في جمع هذا الميراث، فهنا قام المشرع المصري، وهنا تحسب له بأنه قد أعطى لابن الابن بالوصية الواجبة، ولكن الوصية الواجبة لا تزيد عن الثلث. ونضرب هنا مثالا: إذا توفي رجل وترك ابن ابن وابن، ابن الابن يأخذ الثلث فقط، والابن يأخذ الثلثين الباقي تعصيبا، لأن الوصية كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تحق في أكثر من الثلث. يعني الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث. ولكن إذا قام رجل بكتابة وصية وقام أبنائه وقالوا نحن لا نعترف بها، فتنفذ في الثلث فقط. أما إذا أقروها واعترفوا بها بنفس راضية سمحة تجوز الوصية. أما إذا لم يقرها الورثة فلا تجوز في أكثر من الثلث، وسوف نشرحها في حينها. فاصل ونواصل. أستغفر الله. رجعنا لكم تاني، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن العصبة وجهة الأخوة، وقلنا أن جهة الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا أو إناث، أما إذا كانوا إناث فقط فلهم نصفهم شركاء في الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم نأتي لجهة العمومة. جهة العمومة هنا إذا كانوا العمومة جميعا متواجدون فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما أبناء العمومة فللذكور فقط الميراث، والإناث ليس لها ميراث في هذه الحالة. وكما قلنا في السؤال الذي أتى قبل الفاصل بأن أبناء العمومة شركاء في الميراث الباقي بعد نصيب الزوجة، فهم شركاء فيه لجميع الذكور، فهم لكل منهما مثل الآخر متساويون. هذا بالنسبة للعصبة السببية. أما العصبة بالغير،
العصبة بالغير هم ذكور وإناث، والذكور والإناث مثل الابن والبنت. البنت هنا خرجت من الفردية إلى العصبة، عصبة لأن شقيقها عصبة، لأن أخيها عصبة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين الموجودون على قيد الحياة فقط، أما المتوفي قبل المورث فليس لهم ميراث وليس لهم وصية واجبة. والعمومة كذلك، أما أبناء العمومة فهم للذكور فقط، والإناث هنا لا يوجد لها تعصيب. أما العصبة مع الغير فكلهن إناث، كلهن إناث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة، اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة. إذن توفي رجل وترك بنت وأخت شقيقة، فهنا البنت لها النصف فرضا، والأخت الشقيقة قامت بتعصيبها فلها السدس. أما إذا كانوا أكثر من بنت، اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فهم شركاء في الثلثين، والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، لها الباقي تعصيبا. إذن هم شركاء في الثلثين، والأخت الشقيقة سواء أخت أو اثنين أو ثلاثة فهم شركاء في الثلث الباقي الذي قامت بتعصيبهم فيه. أما الأخت الأب، في حالة وجود الأخت الشقيقة سواء بنت أو ذكر فيحجبها حجب حرمان. أما إذا كانت أخت شقيقة فقط ولها أخت من أب، فالأخت لأب تعصبها فلها النصف، والأخت لأب لها السدس، باقي الثلثين تعصيبا. ونضرب هنا مثلا: توفي رجل وترك أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة، الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والأخت لأب قامت بتعصيبها وأخذت السدس باقي الثلثين، والأخت لأم لها فرضا السدس، أما الجدة فلها السدس. أما بالنسبة للعصبة مع الغير فكلهن إناث. ثم نأتي بعد ذلك للحجب الحرمان وحجب النقصان. ما هو الحجب؟ الحجب الحرمان أن تحرم الوارث من إرثه، وهذا غير موانع الإرث. موانع الإرث قلنا ثلاثة: القطر، واختلاف الدين، والرق. إذا قام الوارث بقتل موروثه فلا يرث، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إرث لقاتل. كذلك اختلاف الدين، المسيحي واليهودي والكافر لا يرث المسلم. والرق إذا كان هناك أحد الأبناء وتم أسره وأصبح رقيقا فليس له إرث، لكون إرثه سينتقل إلى سيده. هذه هي موانع الإرث. أما الحجب غير موانع الإرث، قد يرث ولكن لوجود من هو أعلى منه درجة فحجبه عن الإرث،
ولكن ليس له مانع. مثل توفي رجل وترك أب وأم وأخوة أشقاء أو أخوة، الأب حجب الأخوة الأشقاء حج حرمان، ليس لهم ميراث في وجود الأب، لأننا كما قلنا أن العصبة الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. أما الأم هنا كان فرضها ثلثا الثلث، فأتى الأخوة الأشقاء فحجبوها حجب نقصان لقول الحق سبحانه وتعالى: وورثه أبويه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس. إذن هنا الأخوة حجبوا الأم حجب نقصان. يبقى إذن عرفنا الفرق بين الحجب الحرمان وحجب النقصان. كذلك الزوج والزوجة، الزوج له فرضا النصف، في حالة وجود فرع وارث أصبح فرضه الربع، والزوجة أيضا فرضها الربع، في وجود فرع وارث أصبح فرضها الثمن. يبقى إذن حجب النقصان كان سيرث فرضا معينا، ولكن بوجود أحد قام بحجبه حجب نقصان. مثل البنات يحجبون الأخوة، والأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب. هذا هو حجب الحرمان وحجب النقصان. كذلك عند وجود الأب والابن يكون هناك حجب حرمان. لمن؟ الأب يحجب الأخوة سواء الأشقاء وسواء لأم وسواء لأب، ويحجب العمومة. أما الأب لا يحجب الابن فقط، في حالة وجود ابن وبنت لا يحجبهم أحد، والزوج والزوجة لا يحجبهم أحد إلا حجب نقصان، وهما الفرع الوارث فقط. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله.